لكن لما سمعت الخبر انت من ناحية نفسية ايش اللي مريت فيه؟ كتير مرات يعني بيكون الشخص في حالة انكار، في حالة صدمة، وهل صار عندك نوع من الملامة على نفسك؟ هل في شيء معين في حياتك؟ يعني خدينا بهاي المرحلة. حقيقي يوم بتسمع هيك تشخيص بصير كتير افكار، شك، حيرة، خوف، صدمة. سألت الرب، قل له يا رب ليش سمحت انه انا امرض بالسرطان؟ صرت افكر انه في اشي من وراء التشخيص هذا، يمكن حطيت الملامة على حالي، يمكن هل انا عندي خطية معينة الرب سمح فيها، يمكن فكرت تأديب، تدريب، يمكن تشكيل في طباع معين الرب بده يغيرني. بس دايما الطابع الغالب كنت شاعرة انه في هدف من وراء التشخيص. يعني كان دايما عندي ثقة انه مستحيل امرض في هيك مرض الا ما يكون من وراء هدف، بسبب انه انا اؤمن انه الرب ماسك زمام الامور، لانه انا عندي علاقة في الرب، فمستحيل يصير إشي بدون ما هو يكون عارف فيه. فعشان هيك أنا كان في عندي مزبوط في خوف، مزبوط في شك، وفي أسئلة كتير في القلب، لكن كنت شاعرة إنه أنت ماسك زمام الأمور وفي هدف من وراء مرضي. هذا إشي كان يعطيني طمأنينة في القلب يعني.